الشيخ حكمه عنده حكمه لقاو يبيع مواد غذائيه غاليه، البطاطا الطماطم 8000 هو يبيع فيها ب 12000، البيتو نتاع الزيت يبيع فيه ب 120، من جي مال جاو ليه السلام عليكم. وعليكم السلام، حنايا رانا تاع كونترولور. قالهم مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك، هو ما يفهمش. قد ايه هذا الطماطم هذا؟ قالوا 12. وقاعة تاع الجاتوس 6000، وهذيك وهذيك وهذيك، لقاو الاسعار طالعة فوق، تقول جات من الخارج. داروا تيبي للعادة على طول، هذا ما يدور هكذا ولا هكذا. جا الجوج بدا روحو ما يسمعش، قالوا الحاج حكموك لي كونترولور لقاو عندك السلعة غالية تتبيع الغلا. قالوا يا حكموك كذا وهذيك وانت. قالوا يا قالوا براء هاي. قالوا يا حمودي ها. قالوا صار سمعتني سبع ملايين. العلوش لا تمش قاسم انا العيد ثلاثة عزيز ربي يرحمها يا ولدي روح شينا كيف يا ماما زاد حال نشريو هنا ذوك الكبش عليه يعني ذوك قلت يوم بيت ميهم بيشراو يوم بيت قسوا من هين شراو يوم بيت مرحلة شراو يوم هذوكم شهر عندي فاكسيونير ما احنا صورتنا حاضرين هكذا كوش نعرف. رحت رحت انا للسوق جبت كبش نورمال فوق الدمبر وجيت حطيته في الدار. رحت انا اخدم العشية كي جيت بدات صرات لي زي السلطان وتخسروا حاجة باش يدوري ينازع هاي هاي الكواشة ما الكبشة هنا والله يا قاعد يحبس بينا حبس بينا حبس بينا ايوا شفت يقول عندي ثاني. قلت له من بعد ندير تولي تفر مني تخش معلمين على بالك يحفوا لي العظم. واش كان هذا واش كان هذا؟ قلت له انا مكبش انا وانا مشكور عندي خالك روح عندنا خالنا هذا يسكن في واد سقام ولا غير صح. هاي اديته انا عند خالي بالكامل الصباح الرابعة تاع الصباح مشيت. كي وصلت انا لواد سقام انا من علم شو واش كاين. ظهر عنده طور. لقيت عندو زوج حداه مع شيخو. قلت لهم خالي منين شاف الكبت؟ قال لي كثر خيركم وعلى عليك. وانا انسان لا غالب علي بلوكي يتفن شوف غير في الراية هذيك من فوق جا صالح على الطول والرد يديه تقول اقري الله اكبر خلاص ايوه مليه ومليه راجعه ما هو يقول يقولها أجاور راح تري قلت انا انا ثم ثم سابقون وانا لاحقون وليت بيت النار وين قلت لي ما واش حتى تو جيت وانا انا ها وا 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 واش بيك جبت سيده ولا وا 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 ما جيت نفهمهم الرغد وعلى الشعوات مرحنا هاك نعلم نوتينا هذي لنا وشينا مروفين مبروك الله يبارك فيكم.